السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي ندخل صورة على برنامج الانسكيب وازاي ناخد منها جزء معين. هقول له فايل وبعد كده هقول له امبورت وابدأ اختار الصورة. وليكن مثلا الصورة ديت، هقول له اوكي فيبدأ يعمل امبورت للصورة. طيب ممكن بعد كده ترسم بقى اي شكل عند الصورة ديت، ولكم مثلا الدورية ديت شيفت وكنترول، شيفت عشان تبقى من النص والكنترول عشان يخليهم قد بعض او بالشكل دوت. وبعد كده هعمل سيلكت على الصورة وعلى الشكل اللي انا رسمه، ومن اوبجكت اقول له كليب واقول له سيت، فيبدا يقطع الاضافات اللي موجوده ويخلي بس الجزء اللي كان فيه مع شكل. ادوس كنترول زد واعمل تراجع، ابدا اعمل سيلكت على الاثنين دول، ومن اوبجكت واقول له ماسك واقول له سيت، فيبدا يعمل لي الماسك بالشكل دوت. طيب ممكن بقى اقدر اتحكم في درجه الماسك اللي انا عايزها بان انا اجي هنا وابدا اشوف بقى درجه الشفافيه اللي انا عايزها. ممكن تدوس هنا مثلا مرتين فيبدا يجيب لك درجه الشفافيه اهي بالشكل دوت، تقدر تتحكم فيها زي ما انت عايز، خليها مثلا كده. وبعد كده هبدا اعمل سيلكت على الاثنين دول واقول له هنا من اوبجكت انا عايز اعمل ماسك سيت، فيبدا يعمل لي الماسك بالشكل دوت. تلاحظ ان هنا في اختفاء شويه. طيب خلينا نيجي هنا مثلا ادوس مرتين وابدا اخلي بالشكل دوت اهو، وابدا اعمل سيلكت على الاثنين دول ومن اوبجكت اقول له ماسك واقول له سيت. فتلاحظ ان دي من الحاجات اللي اختفت برضو، فتقدر من خلال الشفافيه تتحكم في درجه اختفاء الحاجه. خلينا ندوس كنترول زد اعمل سيلكت على الشكل دوت واختار مثلا بالشكل دوت مرتين، ازودها شويه اهي. ممكن دي بقى حسب بقى ما انت عايز تنزل او تكبر زي ما انت عايز اهو. طيب بعد كده هتعمل سيلكت على الشكلين ومن اوبجكت ماسك فيت، هتلاقي فيه الاختفاء بقى فوق وتحت بشكل دوت.